اجتماعات اللجنة السياسية الأمنية المشتركة بين السودان وجنوب السودان جاءت بعد توقف دام لسنوات، فلقاء وزراء الدفاع والخارجية والداخلية في البلدين يأتي كخطوة سياسية في سياق توجه جديد لبحث كيفية حل القضايا العالقة بينهما، وتحديدا قضية ترسيم الحدود وما يرتبط بها من ملفات أخرى كالأمن الداخلي وغيره. نقلت رسالة من الرئيس سلبا إلى السيد الرئيس فيما يتعلق بحل حالة هذه المشاكل اللي بيننا وبين السودان، ولا بد أن نحن نعبر هذا لأنه لمصلحة الشعبين ولمصلحة الدولتين، لأنه المسألة دي ما ممكن تستمر بهذه الصورة. لا بد من حسم معظم إذا ما كل القضايا. هي إذن رغبة لتوجه جديد، تقول الخرطوم إنه يعبر عن إرادة سياسية توفرت لجوبا عقب تشكيل حكومتها الجديدة وتولي رياك ماتشار منصب نائب رئيس الجنوب. فالحكومة السودانية حسب تعبيرها تريد من جوبا أفعالا لا أقوالا، تحديدا فيما يتعلق بوقف تقديم الدعم والإيواء لمعارضيها، إضافة إلى حسم ترسيم الحدود حسب ما نصت عليه الاتفاقات الموقعة بين الطرفين. اتفقنا أيضا على تفعيل لجنة التشاور السياسي بين البلدين برئاسة الوزيرين، والتي ستلتقي قريبا إن شاء الله من أجل مواصلة المشوار في مناقشة العلاقات الثنائية. تفاؤل كبير بحدوث اختراق في جدار الملفات العالقة بين السودان وجنوب السودان يبديه مراقبون على خلفية استئناف البلدين لانتهاج لغة الحوار والتباحث بدلا عن إشعال الحروب لحل خلافاتهما السياسية. لكن ما قد يشكل تحديا حقيقيا أمام الطرفين هي قضية تبعية منطقة أبيي المختلف عليها بين الدولتين. الخرطوم غير منكورة أنها تاوي بعض المعارضين لحكومة جوبا، وجوبا بالمقابل تاوي بعض المعارضين والمسلحين الذين يناوئون حكومة الخرطوم. هذا شرط لازم وضروري إذا تمكن الطرفان من النفض وحلحلة الروابط ما بينهما فيما يلي دعم الحركات المسلحة، يمكن أن تكون لزيارة إسهام واضح في تسوية العلاقة. ما تسمى بالقضايا العالقة بين السودان وجنوب السودان هي أصلاً قضايا متفق على طريقة حلها سلفاً، وفشل الطرفان في تنفيذ الحلول وفق الآليات والجداول المعلنة، ولهذا سيبقى النجاح أو الفشل لأي مباحثات بشأن هذه القضايا مرهوناً بالتزام الطرفين بالتنفيذ الكامل على الأرض. عبد الباقي العوض، الحرة، الخرطوم.